ازيكم عاملين ايه؟ هنرسم النهاردة رسمة جميلة قوي، انا حبيتها، يا رب انتوا كمان تحبوها معايا. إيه، ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة، يعمل لايك وشير الفيديو، سيبوا لي كومنت من كومنتك اللي بتساعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنبدأ نرسم بشكل بسيط خالص وبخط خفيف زي ما تعودنا. نحدد مكان الرسمة كلها ونتأكد ان هي تمام في اللوحة، وبعد كده نبدأ نرسم التفاصيل ونحط كل الملامح بتاعتنا وكل حاجة عايزين نرسمها. كده خلصتها كلها، هبدأ بقى ان انا احبرها بالقلم الحبر بشكل بسيط خالص عشان بعد كده نبدأ مرحلة التلوين.
بعد ما خلصنا كله هنمسح بقى كل الرصاص اللي احنا مش عايزينه ده عشان رسمتنا تبقى نظيفه وما يبداش يعمل لون رمادي معانا واحنا بنلون. بعد كده هنبدا نلون. انا هنا باكد عليكم تاني، الناس اللي اول مره تتابعني انا بسرع الفيديو في التلوين، لكن احنا واحنا بنلون هنلون على مهلنا بالراحه وكله في اتجاه واحد ومش هنسيب اي فراغات. واللي ما شافش درس ازاي نلون صح يقدر يشوفه عشان يعرف ازاي بندرج اللون وبنعمله مظبوط ويبقى شكله جميل في النهايه. وبكده نبقى خلصناها. انا حبيتها جدا، يا رب انتوا كمان تحبوها. مستنيه رايكم في الكومنتات، واللي مش عامل سبسكرايب للقناه يعمل ولايك للفيديو، ما تبقوش بخله وسيبوا لي كومنت طبعا على رايكم بالفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشيروها لاصحابكم لو بيحبوا الرسم زيكم. مستنيني فيديوهات تانية كتير على خير باذن الله.